لا يا سيد يا ابني عداك العيب، صدقني ابوك بيحبك ومش هتقدروا تستغنوا عن بعض ابدا. كتر خيرك يا معلم طنطاوي، انا يمكن اول مره اقعد اتكلم معاك بس حاسس اني اعرفك من سنين. القلوب والارواح بتتلاقى يا سيد يا ابني. انا اول المدلش ما قال لي صعبت عليا قوي، اصل انا تربيه مرات اب. انا طلبت من المدلش اقعد واتكلم معاه. يعني انت يا عم طنطاوي تربيه مرات اب برضه؟ معقوله؟ انا كان ظروفي صعبه على الاخر. اول مرات اب كان عندي سنه ونص سنتين، تجوعني وتشتمني بدون اي سبب، وابويا راجل جاهل يكتفني ويكويني بمسمار محمي فوق لمبه الجاز، انا اصرخ ومرات ابويا تضحك وابويا يجاملها ويضحك لاخر. يا عم طنطاوي، ده انت شفت ظروف صعبه قوي ما تتحكيش. ده المستخبي غويت اكتر يا ابني. انا حضرت سبع ستات اتجوزهم ابويا. انت يا ابني تحمد ربنا ان ستك شالتك على كتافها وكبرتك لما بقيت راجل وخلصت علامك. صدقني يا ابني جواز ابوك دي مش هتدوم، وانت بنفسك اللي هتيجي تقول لي، واذا انا مت بقى تبقى تقرا لي الفاتحه. ربنا يديك طول العمر يا عم طنطاوي ويوفقك يا ابني في لقمه العيش اللي انت هتفارقنا علشانها بعد ما خدنا عليك، يرضيك يا سيد افندي. معلش يا عم طنطاوي، عم حسنين ده ما يتعوضش، في الزمن ده مفيش زيه كتير، واعي وامين ومخلص ووفي، قلب ابيض من لبن الحليب، ده غير انه مسامح. عارف يا ابني عارف، عشان كده ما كنتش عايزه يفارقنا بعد ما خدنا عليه. بس اعمل ايه؟ دماغه انشف من الحجر الصوان اللي راح يشتغل فيه، قال ايه؟ عايز يروح يدور على اثارات في جبال الاقصر. معلش يا عم طنطاوي، ما هو غصب عني. الغربة مش بإيد الواحد، وبعدين غربة هنا زي هناك. أنا كان لازم أسيب مصر وناسها. ما أقصدش يعني مصر وناسها كلهم، أقصد الناس اللي هي ما بتعملش حاجة غير إنها تتكلم كلام حلو ومفيش عمل مفيد. المهم مفتاح الشقة أهو، وآدي العقد مكتوب بإسمك. الفلوس دي اللي كنتوا متفقين عليها خدها يا ابني، دي فلوس أبوك، قريبي اتنازل عنها. فلوس ابويا؟ دبر حالك يا سيد يا ابني وما تكسفش مني لو طلبت اي حاجه. انا وابوك اخوات، نصيحه، سك بابك عليك وما تعرفش عنوانك لاي حد. ما تعملش زي شقه المدندش اللي راح يسلم عقدها ويسلمها للمالك وهو بقى بينهم وبعضهم يصطفلوا. ايوه يا معلم، بس الموضوع كده هيبقى شكل وحش من وجهه نظرهم. ويعني اللي قالوه على المدندش يا ابني كان حلو، صحيح الناس كانت في مزنق، بس ما يرموش بلاويهم على بعض. انت قلت لعم طنطاوي؟ لا يا ابني، ابوك هو اللي قال لي، وانا عشان خاطر قريبي دوت مش عايز ناس ما نعرفش اصلهم من فصلهم ولا اولهم من اخرهم. ده شرطنا الوحيد، تقبله؟ مش للدرجه دي يا عم طنطاوي، اصلهم ما لهمش حته تانيه يتوه فيها. يعني لو ما فيهاش لو يا سيد يا ابني، يوم ما نعرف ان الناس دول دخلوا الشقة يبقى تشوف حالك وتدبر سكن تاني. انا ابن خالتي بقى اليوم عارفه هيتصرف. انا مستغربك قوي يا عم طنطاوي. ما تستغربش يا ابني، بني ادم ما يحطش دماغه في الرمل ويقول انا واعي. قلت لك انا وابوك اكتر من اخوات، انما عشان خاطر قريبي لازم احمي نفسي واحميك واحمي ابوك واحمي قريبي. هتاخد العقد والمفتاح ولا لا؟ الشرط قبل الحرد. انا مش فاهم، هو كان لازم يعني ابو شقرف؟ ما هو سارح بعربيته وما نعرفش هو فين، وبعدين عربيات الكارو اكتر من الهم على القلب. ما كنت تصبر شويه يا سيد افندي. هو كان لازم يا سيد يا ابني تاخد كتبك كلها، مش كفايه خدت هدومك؟ هو انت عايز تبعد عننا خالص؟ ابدا يابا، ما انا اقدر استغنى عنك، بس هما شهرين ثلاثة كده لحد ما نلاقي مكان أوسع يساعنا كلنا. يا سي حسن، سيد أفندي ابن حلال ولا يمكن يكفيك أبدا، وبعدين الشقة قريبة من هنا، وما تخافش الجماعة اللي بالي بالك هو مش هيدخلهم تاني الشقة. يا ابني أنا كان قلبي عليك، ولما شفت بعناية مدندش ما طقتش. أنا مش فاهم بس أنت زعلان من إيه؟
ابويا مش لاقيني خالص في الحته، والمعلم فتوح جاب عربيته وركنها تحت البيت. حتى بص وانت تشوفيه بنفسك. انزل يا ابن ابو شرف قول للراجل يطلع يشرب شاي حالا. هو المعلم فتوح جاي يشيل الكراكيب دول يشرب شاي. يلا 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 كده برضو يا سي حسن هيهون عليه ويسيبنا. طب واللي في بطني ده ينزل ما يلاقلوش اخ يعلمه وينوره؟ يا ستي ناجي سيده فدي مش زعلان ولا حاجه، وبعدين الشقه قريبه من هنا، بينها وبينكو محطتين ثلاثه طرمايه بالكتير، وهو اكيد هيسال عليكو، مش كده ولا لا يا سيده فندي؟ ايوه طبعا هفوت واطمن طبعا. طب وحياه اللي في بطني ده يا سي سيد، ما هو نازل غير لما تيجي وتعيش معانا، ده انا هشيلك فرموش عينيا الاثنين. روحي جهزي لقمه للمعلم ولا كوبايه شاي احتياطي، ولو ان انا عارف لا هيشرب ولا هياكل. عينيا يا سي حسن عن اذنكم. طب طب انا عايزك تطمن خالص يا سي حسن، سيد افندي الشقه قريبه منك وهيسال عليكوا دايما، والجماعه اللي بالي بالك هو مش هيعرفهم مكان الشقه تاني. صحيح يا مدندش؟ صحيح يا سيد يا ابني؟ هتريحنا وتعمل كده؟ الراجل طالع ورايا بس لا هيشرب شاي ولا قهوه، وقال لي لو مسكته فيه هيسوق العربيه ويمشي، وتبقى تستنى ابويا بقى لما يرجع. خلاص يا ابن ابو شرف، لا شاي ولا قهوه، انزل وقول للراجل اطلع. خلاص خلاص انا هبشر الشاي والقهوه. بس المعلم فتوح ده عشره عمر، راجل ولا كل الرجاله. معرفه الناس يا سيد يا ابني كنوز، والشاطر الشاطر بجد هو اللي يعرف يختار اصحابه، مش كده ولا ايه يا مدندش؟ يا ساتر يا معلم فتوح، يا اللي عمرك ما بتشرب عندنا شاي ولا قهوه ابدا. يا عم حسن انت شاينا وقهوتنا، ده انا يا راجل زي ما كنت سمعت اسمي رحت جاي على طول. اللهم صل على حضره النبي. سيد افندي كبر اهو، ربنا يخليه لك وبقى راجل كبير وكباره. ده انا بقالي سنين ما شفتوش. الا مين الراجل الطيب ده؟ ده راجل طيب من عندنا من البلد، اسمه حسنين المدندش. مدندش؟ اول مره اسمع ان واحد اسمه المدندش. ماشي يا عم المدندش، هتساعدنا وتشيل معانا الحاجات دي ولا هتدندش معانا؟ لا انا اللي هشيل معاك يا عم فتوح، بس في حتتين عفش جوه عايزين ننزلهم على مكان بيت لبسي. طب اتفضل قدامي وريهم لي يا سيدي. يا ساتر انا عايز اعرف بقى الكراتين دي فيها ايه؟ فيها كتب. تحب تقرا؟ اقرا. يا استاذ انا متربي في عربخانه زي البهيم اللي هيجر العربيه دي، اقرا بقى ازاي وامتى؟ يا معلم يعني انت ما دخلتش مدارس خالص ولا حتى كتاب؟ لا يا مدندش، ده حتى انا متغاظ من روحي علشان ما بعرفش افك الخط. هو ساكت على نفسك ليه؟ طب ما تفك. عارف عم المدندش بيعرف يقرا ولا يكتبش، انت بقى عاوز تكتب ولا تقراش؟ لا يا اخويا انا مش هرد عليك. عارف ليه؟ عشان الراجل الطيب اللي معانا ده عم حسن، مش ده ابوك برضو؟ طبعا، وشرفني انه يبقى ابويا. ايه اشاغبه يا عم حسن؟ ما هو زي واحد من عيالك. شاغب يا اخويا اذا كنت تقدر تشاغب. يعني انت متاكد قوي يعني؟ في حاجات وحاجات لا. الله الله الله، ليه كده يا سي حسن؟ ده سيد افندي مفيش زيه اتنين. يا سلام يا عم المدندش، هو انا اللي خلقه وما خلقش غيره. انا ما اقصدش يا معلم، بس انا معاشره وعارفه، انت لو معاشره هتعرف زي كده. ما احنا قاعدين نهاتي من الصبح وهو سامعنا، ولا بيرد علينا، ولا بيلغينا، ولا بيقول لنا اي حاجه خالص. العفو يا معلم، بس حضرتك ما سالتنيش في حاجه عشان اجاوب. واسال ليه؟ اسال ليه يا حبيبي؟ انت مفروض تقول لنا كده على طول، تلغينا يعني، وتقول لنا الكتب دي فيها ايه في كلمتين ورد غطاء. لا صعب صعب يا معلم، ده الحاجات ما بتتقالش بالشكل ده، وبعدين كده الحمار ممكن ما يفهمش ويبرطع ويتوهنا عن الطريق. يا سلام، ابنك قور قوي يا عم حسن. خلاص يا اخوي بلاها كلمتين، قول لنا بقى ايه قص الموضوع اللي في الكتب دي وخلاص. بص يا عم فتوح، كان في ناس مشغوله بالدنيا كده زي حالاتنا زمان، كتبوا حاجات كتير عن الشعر والفلسفه والعلم والدين والفن، وفي ناس كتبت حاجات وروايات عن البني ادم اول ما سكن الارض، وفي ناس تانية كتبوا حاجات عن التاريخ زي الفراعنه وابو الهول والمسلات وورق البردي اللي مكتوب فيه تاريخنا. ده بقى تخصصي اللي بحبه وبخاف عليه.
يعني التاريخ بتاعنا يعني تقصد؟ طبعا تاريخنا قديم زي ما الدنيا كلها عارفه، عاوز اللي يحافظ عليه وعلينا احنا كمان. يا عم انت سيحت لي دماغي بالكلمتين دول، يلا يا عم نكر النقله ديت ونخلص. يا ساتر. شقة حلوة قوي يا مدندش. دي حلوة يا سيد ومفروشة كمان. بس الإيجار قليل على المفروش مش كده؟ ما هو يا سي حسن أنت برضه ليك إكرامية. المعلم طنطاوي لما عرف إن سي سيد ابنك قال لقريبه الكلام ده، فالراجل قال له خلاص أنا مش هاخد المقدم ورجعه. طب ما الدنيا فيها ناس حلوين أهو يا عم حسن على رأي المدندش. أيوة وفيها ناس برضه ما تتعاشرش يا معلم. فيه وفيه. جراح يا حسن انت ساكت ليه؟ تكونش زعلان عشان الفراق. مش عارف اقول لك ايه يا عم فتوح. ما تروح يا مدندش تعمل لنا كام كوبايه شاي كده، الشاي والسكر في المطبخ. عينيك انت تؤمر يا سي حسن. حاضر. على فكره يا حسن الراجل ده جدع قوي وامين على العشره ويصون العيش والملح، ولا ايه يا سيد افندي؟ طبعا عم حسنين بني ادم واعي وطيب، بس حظه في الدنيا قليل. لا حظه وحش والله. انا مش عارف اقول ايه. الدنيا دي باين عليها ميزانها مقلوب، لا بتخلي العالي عالي ولا الواطي واطي. انا غربتي يا فتوح اخويا في مصر ما جاتش غير من الميزان اللي مقلوب اللي بتقول عليه ده. الواد ابو شقر في المقايح مأجر من الاسطبل بتاعي عربيه وبيغلطني في الحساب زي الموس. امال انا عايز اتعلم افك الخط ليه؟ مش عشان اراعي ماله ومال عيالي. انت عندك اسطبل ملك يا معلم؟ 17 عربيه و25 بهيم عدم المؤاخذه، وكل العربجيه كوم، وابو شقر في المقايح ده كوم لوحده. بعد عنك حرامي وكذاب وبيشرب بوظه، واللي كايدني انه بيسقي الحصان اللي معاه كمان بوظه. ايه دي؟ بيسقي الحصان اللي معاه بوظه؟ اه. طب ده حتى البوظه ما ينفعش ياخدها غير الحمير، ما تغيره يا معلم وتشوف عرباجي غيره. مش قادر يا مدندش، كل ما طرده يبعت لنا الست ام نجيه قريبته تقعد تقوق في البيت لحد ما وافق انه يرجع تاني. حكم الست ام نجية ديت تبقى قريبة مراتي، خالة مراتي يعني. هي مش خالتها قوي يعني، انما تقدر تقول يعني كانت مرات ابوها وكانت مدوقها المر. لكن تقول ايه بقى في مراتي؟ طيبة وحنينة وبتنسى. الله، في ايه يا اخوانا؟ وانتوا مش هتشربوا الشاي؟ الشاي هيبرد. ربنا يخلي لك ابوك الطيب ده يا سيد افندي، ويحميه من المطب اللي وقع فيه. طب ايه؟ كتر خيرك يا سيد افندي، هات الشاطر. لا يا عم حسنين، انا عاوز اوصلك. مش عارف اقول لك ايه. انا يمكن ما اقدرش على فرق ابويا، بس عارف ان اقدر اشوفه في الدكان او في البيت. انما انت نسيت ما بشوفش تتقابل يا سيد افندي. ما انت عارف كل حاجه غصب عني. طب افرض عاوز اطمن عليك، اكتب الجوابات على انهي عنوان؟ انا محتار. انا شغال في عوامه واخده الليل رايح جاي، في اي حته واي وقت تدق مراسيها وتقعد لحد ما الخواجي يجي يقول احنا هنسافر البلد الفلانيه، نستعد ونجهز نفسنا ونسافر. طب انت هترجع امتى؟ اكتب لي الجوابات واكتب لي عنوان. يا سيد افندي، هو انت نسيت؟ اني بعرف اقرا لكن ما بعرفش اكتب. مش عارف ليه يا عم حسنين، حاسس ان المره دي هتطول في الغربه، يمكن سنين. أني لو طولت على المونيس أكتر من كده مش هدفع ثمن الشاي وبس، هدفع ثمن البياك كمان، ودي هتبقى غرامة كبيرة ليا يا سيد. يرضيك؟ خلي بالك. يلا فوتك بخير. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش قلتوا هتيجوا الساعة 7:30؟ الساعة كام دلوقتي؟
الكواجه وكل المسؤولين الأوامة شايتين فوق. معلش يا عمي دهبين، أنا السبب غصب عني، أصل الفراق بيبقى صعب على البني آدم، أنت لو كنت مكاني كنت هتغير رأيك. طيب اقعدوا اقعدوا، مالكم واقفين ليه؟ يا ولد يا أكرم. نعم يا عم دهبين. روح قول لهم في الأوامة إنهم جم. أمرك يا عم دهبين. ها تشربوا إيه بقى على حسابي؟ نشرب إيه؟ انت عايز تغرقني في الغلط يا عم دهبين؟ يعني اتاخر عليك وكمان تعزمنا على مشاريب؟ طب والله ما حد هيحاسب على المشاريب كليه الا انا. اخد شيشه وشايه بالحليب بعد الاكل، حموته من الجوع. والله يا عم دهبين المشوار كان صعب، ساكنه في اخر الدنيا في حته جديده اسمها الحلميه الجديده، وهي ولا جديده ولا حاجه. في ايه يا ونيس؟ انت بتصدق حد يتكلم وارغل ارغل ارغل؟ ما بتتسدش خالص؟ استنى. بقول لك يا عم دهبين، أني جايب أكل الكباب معتبر أني وانيس، إيه رأيك تشاركنا في الأكل؟ صح يا وانيس؟ أقول إيه؟ الأكل أكلك وأنت اللي شاريه وأنت اللي دافع ثمن الكباب. الكباب كانت ريحته فايحة في مناخيري طول السكة، أقول له هات حتة دوقة يقول أبداً، لازم آكل أنا وعم دهبين على الساحل. قول لي يا عم دهبين بالله عليك، أنا كنت أخلص الأكل ده؟ شوفي ملوف على روحه ازاي يا مدندش، ولا نقول يا مدندس حسنين على راي الخواجه. والله يا عم دهبين الراجل دي زي حته السكر، اني بس غصب عني لاني قابلت قريبي اللي انا كنت قلت لك عليه، الراجل اللي مخلص تعليمه دي ومعاه شهاده عالي، بس ظروفه صعبه قوي. انا مش قلت ليكي تجيبيه معاكي علشان يتعرف على الخواجه؟ كان يمكن يبقى له عيش وياه. انا بصراحه كسفت ان انا اكلمه وظروفه الصعبة دي وأقول له يعني إن في شغلانة أو أكل عيش كده. أنا فكرتك وقلت لك قولي له حصل ولا ما حصلش، بس هو حتى ما رضاش يجيبه يتعرف عليكي ولا على الخواجة، حصل ولا لأ؟ بس أقول لك شيء، يعني حكايته حكاية تصعب على الكافر. طيب يعني إحنا هنسيبه يتكلم كده ونسيب الأكل قدامه وهو عايز ياكل، ماشي؟ يلا افتح الأكل ومد إيدك وكل، وهنا هناكل معاك عشان نفتح نفسك. يلا. واحنا برضو هنهون عليكم، ده انا بربي عيال يتامى يا ناس، ومن العيله كمان، مش دول برضو ولاد فرج الله عوف؟ بقى الواد عصام العيل حاطين راسهم براسه وعاوزين يقطعوا عيشه. مين دول بس؟ ما حدش في العيله يعمل كده يا ام عصام. يا عصرنا فندي، الواد عاوز ياكل لقمه عيش بالحلال، يعني يتاجر في حملة ابن شوال علف يجيبهم على قد رسمال ويبيعهم. طب شاهدين انت يا حاج، يعني هو هيطلع له فيهم قد ايه يعني؟ ربنا يرزقه، مدام بالحلال يبقى ما يصحش حد من العيلة يعمل فيه الكلام اللي بتقولي عليه ده. يا حاجة ما حدش في العيلة هيحط عصام في دماغه. الله، وبعدين احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا هناكل بعض. تسلم يا عصرنا فندي، اهو انت يحقلك تبقى كبير العيلة صح؟ علام ولسان بينقط عسل، لا وايه صاحب ملك كمان. انا ما بفكرش في الحكايه دي دلوقتي، انت عارف يا ام عصام ان انا وحداني، والحاجه ربنا يكرمها قالت كلامها لما راحت لك بنفسها لاجل ما تطمني على بنتك ويانا. ها قلت ايه يا ام عصام؟ وانا ليا قواله بعد قوالتك يا حاجه؟ قوم البنات بناتكم اللي تليق بمقامكم شاوروا عليها وانا اجيبها لكم لحد عندكم، احنا تحت امركم يا سي عصران. بس سايق عليكم النبي ما نفتح سيره الموضوع ده غير لما يسيبوا الواد عصام في حاله. يا ام عصام من غير كلامك انت، انا مش هقبل اي حد يضر ابنك، وبعدين ده من العيله هنتعاير بيه قبل منك. يرضيكي برضو يا حاجه، كل يوم والتاني نلاقوا بتوع التموين داخلين يفتشوا الدار على شوالين سماد متهربين من الجمعيه ولا حتى سكر ولا زيت يعني. برضو هنرجع للموال القديم تاني، انا مش وعدت ان انا هساعدك، بس المهم يشتغل في الحلال. ها قلت ايه يا حاجه؟ القولك يا اخوي وانا راضيه. انا هاخد العروسه دي. احنا خدامينكم يا سي عصران. طب والله لو ايديا طايله لكنت جهزتها احسن جهاز وجبتها لكم لحد باب الدار. مش انا قلت لك كده يا بت؟ كده يا ام. طيب نقرا الفاتحة بقى. نقراها؟ بس انا ليا شرط. عايزة ايه تاني يا ام عصام؟ وبعدها لك يا صفية، بقالك سنين على الحال ده
ما هو لو اللي بتعمليه في نفسك ده هيرجع اللي راح كنت اريحك واسيبك تعملي في نفسك اللي انت عايزاه. نار نار لا نارين 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 يا ناس يا ناس. قوليلي يا سندس هو انا يا اختي انهبلت؟ انا انهبلت؟ ربنا يكملك بعقلك يا اختي، لكن كلام الناس ما بيفوتش حد في حد. ملعون ابو الناس ملعون ابو الناس اللي بتعرف وتسكت، ملعون الناس اللي بتسمع وتداري وتداري. هو انا هوصف لك اللي احنا فيه؟ ما انت شايفه وعارفه. قولي لي يا اختي هي العقول جرالها ايه؟ ولسنة اهل الكفر راحت فين؟ اتقطعت وسكتت؟ طيب ولاد اهل الساكت ايدهم انشلت؟ خلاص ما يعرفوش يعملوا حاجه ابدا. هيبتنا وقيمتنا راحت في الكفر. كل وجع وليه حل وعلاج يا صفيه، ومفيش حق بيروح ووراه مطالب، ودمهم عمره ما هيروح حضر ابدا. يعني انا دلوقتي لما اقلع هدومي وامشي عريانه في الكفر هيقولوا ايه؟ هيقولوا عيب عيب. انا بقى قصدي اعمل كده عشان افوقهم يصحوا بقى لنفسهم، عشان يعرفوا ان مره عريانه اشرف من راجل دلدول. عوان ما تيجي يا ابو اليتامى، واقفه كده ليه يا اختي؟ مستحيه من مين؟ منهم اللبق اللي بيوقعوا بينا يا ست صفيه. طب ده حتى الست ام حسنين خيرها علينا من يوم ما وصلنا الكفر. لكن هقول ايه؟ حق بطلوا ده واسمعوه ده. ايوه يا اختي اتمسكيلي يا اختي اتمسكيلي، ما انتش مكسوفه من نفسك؟ ها هي امك اسمها ايه يا بنت المجاليب؟ ما تنطقي يا بنت، ما تنطقي يا خدامه سلمان والشلبيه. الله يسامحك انا بس جايه ازور الست الوحدانيه اللي غلبانه المنكسره دي. زوريها يا اختي زوريها براحتك، انا ماشيه يا صفيه. نار نار في قلبي يا اختي نار، وكل ما تبرد بتولعوا تاني. يا ناس حرام عليكم يا ناس. ربنا معاكي يا اختي. برضو ماشي برضو ماشي يا سندس، كتر خيرك يا اختي كتر خيرك. ما فيش يا وهيبة، إن شاء الله ربنا هيريحنا كلنا منه، تروحي بلد الراجل اللي أنت على عصمته، عارفاها؟ أيوه يا أخويا، أمال يعني هاتوه، بس ربنا يستر وما يخرجوش الزفت ده وكع بالبيف سكتي. سكتك إيه؟ لا، الليلة ده في المنام، ده فيها ثلاث سنين على الأقل، ده بلطجة وبيع حريم بالفلوس. يا رب يا أخويا. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. يلا يا اسطى بسرعه.
بسرعة على محطة مصر. أنا شفتك فين قبل كده؟ إمتى وفين؟ أيوة هفتكر أهو. ها افتكرتني يا عم شهابة؟ أنتي وهيبة العربية ولا الغجرية؟ الغجرية كده ولا لأ؟ عرفتك ولا لأ؟ والحلوة دي تبقى بنتك؟ أيوة دي بنتي الوحدانية. وأنتي بنت مين يا شاطر؟ أنا بنت حسنين المدندش، مش كده برضو يما؟ ياه حسنين المدندش، يا ترى فين أراضيك اليومين دول يا مدندش؟ ده أنا حتى نسيتك. بقولك يا شحيم، أنا كنت عايزة أروح الكفر. الكفر؟ شوفي هتمشي كده على طول بتاع ساعتين مشي، بعدين تحودي على إيدك اليمين هتلاقي السكة الزراعية، بعديها الكفر، وربنا معاكي. مبسوط مهندس حسنين، اديني جبتك بر جربي. شكرا يا خواجه، ربنا يبارك فيك. طبعا مبسوط، وبعدين انا مستعد اتعلم ايوتا حاجه عايزنا اتعلمها. انت تحب مصر مهندس؟ اكيد، مش بلدي لازم احبه، واحب كل بني ادم يحبه. اللطف من عندك يا رب، ارحمنا يا رب برحمتك. قادر يا كريم. العوافي يا عم سندوسه، جايلك ضيوف. يا الف اهلا وسهلا، يتفضلوا يا اخوي. اتفضلوا يا جماعه اتفضلوا. كتر ألف خيرك يا عاطف، تعبناك معانا. على إيه بس يا عمة؟ عن إذنك. يا ألف أهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلي يا حبيبتي. أنت اسمك إيه يا حلو؟ أنت خايفة مني؟ لا أنا مش خايفة. قولي لها إزيك يا ستي. أيوة دي ستك أم أبوكي اللي أبوكي كان بيحكي لنا عنها ويتحاك. يا حبيبتي أنت سماسم؟ وأنتي وهيبة. أنت اللي هربتي؟ دي حكاية طويلة هبقى أحكي لك عنها. هو أبويا فين يا ستي؟ أبوكي بيدور عليكم يا حبيبتي. تعالي في حضن ستك، أبوكي بيدور عليكم. أنا أول مرة أشوفك بعيني، لكن طول عمري شايفاكي بقلبي وحساكي. بيدور علينا فين؟ ده احنا كنا متفقين مهما فرجنا الزمن هنتقابل هنا في الكفر. راح فين يوم؟ ايوه قولي لي يوم، قولي لي يوم زي ما هو بيقول لي. دور عليكم، انا رحت وياه عشان اشوفكم، لقيت سكنكم خربان من ساعتها، ميزانه اتقلب ومش عارف. قال لي آخر مرة شفته فيها قال لي أنا هلف الدنيا ومش هرتاح إلا لما لاقيه. أبوكي تاه؟ أبوكي راح مننا يا سماس؟ لا هلاقيه هلاقيه إن شاء الله، سلميها لله هلاقيه.
هنلاقي فين بس يا ستي؟ هنلاقي يا دنايا، هنلاقي مطرح ما ربنا يريد، بس هنلاقي ان شاء الله. لو اللي شفتيهم دول تبقى مرات المدندش وبنته تبقى حاجة مش عادية وعايز علاج يا أم عصام. مش فاهمة يا باشا. أفهمك، العدو مش هيسيب وهيبة ولا البنت، ثم إن وهيبة ما معهاش قسيمة جواز تثبت إنها مرات المدندش وإن البنت بنته. بس أنا سمعت يا باشا إنهم اتجوزوا رسمي قبل ما تهرب وتسيب أهلها وناسها، وكانت على ذمته. أهو أهلها وناسها دول يبقوا بتوعنا، ورجعوها غصب وحرقوا كل الورق اللي كان في عقدها واتكتب عقدها على العدوي، كده تبقى ناشي زي ام عصام. يعني مدندش ما معهوش قسيمة جواز ولا خدوها منه؟ سؤال سليم يا ام عصام، بس العدوي ورجالته بقى هيدوروا عليه وهيتصرفوا معاه. أنا أول ما سمعت يا باشا جيت أبلغ حضرتك على طول، وهو يعني قلت اطمن عليك بعد طول الغياب. تأمرنيش بحاجة يا باشا؟ عايزك تعسي على سندوسة كده، طالما بتتكلمي معاها وبتتكلم معاكي، بكرة عدي عليها وزوريها وشوفي مين دول اللي يبقوا عندها. وايه اللي جابه دلوقتي سي سلمان افندي ده؟ ما هو كان مرزوق بالبراري وكنا مرتاحين منه، وسنين الكفر مرتاح من خلقته الغبرة. برضو مهما كان هو ابن اختك يا حاج، دوره الباقي عليا انا وحضرة العمدة اللي اتعزلنا ومبقاش لينا قيمة في البلد. وكان املنا كبير قوي في سيد الدكتور عز انه يحل لنا المشكلة زي ما قال لنا، لكن بينه كلام ابن عم حديث، لا بيودي ولا بيجيب يا سي عزت بيه. اخويا امكم اقدر عليه، وانت يعني كنت عمدة قبل ما تبقى عمدة ولا انت كنت شغفر؟ ما هو احنا اللي ستفناكم، ضروا الباقي على اللي مرزوق جوه دي اللي مانيش عارف اعمل معاه ايه ولا فوقه ازاي. نفسي حد يقول لي. ربنا يجيب العواب سليمه ان شاء الله، الفرج هيجي قريب. مش باين. الله، هو احنا جينا قلبنا المواجع ولا ايه؟ وين حضره العمده؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نزور ونخف؟ ايوه يا اخويا اتفقنا نزور ونخف، بس اعمل ايه يعني؟ اهو الكلام جاب بعض، بعند همنا واحد ووجعنا واحد، وكان منع عينينا اننا نساعد بعض يعني زي زمان. اهو الصلع عرفان هو وعساكره بيبرطعوا في الكفر زي ما هم عايزين، وبينيموا الخلق من المغرب. هو ده شويه؟ لا مش شويه. وبعدين يا سعزت احنا سمعنا ان سلمان بيه كان رئيسه في حرس الحدود لما كان ايام الخدمه، فين بقى الكلام ده؟ راجل خدمه ايه؟ ده طالع من الحدود من بدري قوي، احنا بس اللي كنا مخبيين عليكم ما قلنالكوش. هو بقى كان متجون فيها، ساعه يقول ان لواء وساعه يقول ان مش عارف ايه. عجايب يا عزت بي. الله، يعني هو لا لوي ولا يحزنون؟ ده انا اول مره اسمع الكلام ده. مرفوض بفضيحه من الحدود، ولولا الدكتور عز كلم باشا من الباشوات يطلعه كان زمانه دلوقتي محبوس. يا دي اللهو الخفي، يعني طول السنين دي بيضحك علينا؟ مين صاغ لوي؟ ايه دي؟ انتوا اللي معاكوا هنا؟ ايه الليله السودا اللي انا شفتكم فيها دي؟ انتوا قاعدين تندبوا؟ يلا يا اخويا منك ليه؟ طرقوا، مع السلامه. يلا 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 يا بسطامي يلا. اللي انا قلته دي، طب واللي زي ده الواحد يقول له ايه يا حضره العمده؟ يقول له ايه بس؟ ما كل الكلام اللي متنطور عليه ده حقيقي، واحنا عارفين كده وكنا بنداري عليه وطالعين به السم. والدكتور عز ده اللي كان واخده في عبه كان بيلعب ولا كان بيلعب يعني؟ لا أنا متأكد إن هو مستف كل حاجة. أيوة مستف كل حاجة لولاد شلبي والشرادوي، وبرستف لهم مصالح كتير جاية إحنا ملناش فيها نصيب. ليه بقى؟ وإحنا مش من شلبية ولا إيه؟ ولا يعني الناس اللي هربانين في البراري دول والمجاليب اللي في الدخانيق أحسن منين؟ أنا مش عارف هو بيعمل كده ليه؟ بقولك إيه حضرة العمدة، ما تقوم بينا نخش جوا الدار، أنا قلقان. قلقان إيه بس؟ ما إحنا قاعدين قدام دار. وبعيني يا اخي ده محدش خسر سمعته وشغلته غيرنا، وحين خلاص الغفر كلاتها بقت خلاص مع الصلع عرفان، وسلمان بيه جاي يستف حاله اكتر واكتر. انا مش عارف ده مسنود على ايه. انا عارف بقى،
مسنود على طين وارض وبهايم وطيور وحاجات ممنوعات، وقصر يجري فيه الخيل ما كانش حتى يحلم يخشوا زياره. ممنوعات؟ انت قلت ممنوعات، وانا كنت اسال نفسي هي الممنوعات دي دخلت البلد ازاي؟ الله، ما كنتش عارف لها اجابه. دي ملاعيب بقى. ايوه ملاعيب يا حضره العمده، واللعب بقى على المكشوف. وانا وانت لازم نشوف لنا حل، نشوف لنا طريقه نقب بيها انا وانت زيهم، مش حكايه العمده وشيخ الغفر اللي لهونا بيها دي وفشخره وكلام فاضي على الفاضي. ولما انكشف الملعوب الناس كلها ما كرهتش غيرنا. ايوه عندك حق، حكايه العمده وشيخ الغفر دي ملعوب من ملاعبهم. قال ايه؟ بيضحكوا على دقوننا يعني عشان نكون معاهم وببلاش. ها، ولا سهوقت الدكتور عز؟ الا الدكتور عز ده دكتور في ايه؟ حد عارف؟ ويعني هو ابنه اللي هربان ده دكتور في ايه؟ دكتور في مص الدم، دم زينهم يا عيني الغلبان والبت شفيقي. تعرف احنا لو دمنا يلد على قلبهم كانوا خدوه للنفر بتاعهم. بقول لك ايه يا جناب العمده؟ يعني الفار بدا يلعب في عبي، ما تخش جوه الدار. وبعدين معاك فار ايه ودار ايه؟ ما احنا قاعدين اهو. ده انت حكايتك حكايه. انت هزول منك ليهو، كيف تقعدوا برا الدار بعد العشاء؟ يا صلع عرفان، انا العمده بتاع الكف، وده شيخ الغفر. بقول لك ايه، الكفر ده ما فيه عمده ولا شيخ غفر، فيه النكته الثابته بس. يا بن ادم منك ليهو. عيب كده يا صلع عرفان، عيب في عينك قدامي على النكته الثابته. انا ما صحش كده هرسول كدي شوي صلاح، هاتهم ليه على النكته ده طويل. بقول لك ايه، هنعمل علينا بقى العساكر؟ لا، ده احنا كبارات البلد، ما يصحش. يلا بينا من غير ما ياخدونا. يلا. انا لولا عامل اعتبار لجنبك يا حضره العمده انت كنت شفنا نعمل معاهم ايه. اعتبار ايه يا اخويا؟ اهو شفت الاعتبار بتاعك يا اخويا. يوه، على مهلك يا بيت، تاكلي كده ليه وانت اتفاجعتي ولا ايه؟ مش عارفه اتفاجعت ليه ياما، يعني انت مش عارفه؟ ما تجدديش مواجعنا بقى، ربنا يسويها من عنده. ده اكل ستي احلى اكل دقته في حياتي كلها. اوعي تزعلي انت كمان ياما، اكلك حلو برضه. كلي يا حبيبتي، كلي على راحتك وشباعي مطرح ما يسر يمر. جرى ايه يا وهيبه؟ مالك اكلي مش عاجبك ولا ايه؟ ايوه ياما ما تقوليش كده، داني كنت زي الغرجانه وانت اللي حشتيني. ايوه ساعه ما شفتك كده حبيت الدنيا وشميت نفسي، ويا رب كده تكمل فرحتنا يوم رجعتك يا حسنين. ولو اني مخصماه يعني كده وكده، لكن هنسافر له مصر وان شاء الله نوصل له ونرجعه معانا باذن الله. ان شاء الله. عارفه ياما اللي ينشل في دراعاته العدوي كان بيضربنا انا والبنت سماسم الغلبانه دي ويكتفنا بالحبل ويرمينا على الارض طول الليل. ليه؟ خايف لا تهربوا منه؟ لا، ما هو لما عطر في العقد بتاع الجواز بتاعنا وحسنين اتجنن كده، مسك العقد وقطعه وولع فيه وخد الهباب ولطش وش بيه انا والبيت، وقعد يضحك ويقول لي بصي بقى يا بنت الكلاب يطلع علينا النهار وهرجعك على ذمتي. ما هو الكلام ده ما ينفعش يا ام سماسم، ما ينفعش وانتي على ذمه راجل، ده بيستهبل. ما هو ياما جاب لي واحد كان لابس جلابيه كده وعم، وقال ان هو ده المأذون، وكتب ورقه زي عقد الجواز، وقلاديشه طبعا قاعده كده حوالينا كلهم ومضوا على الورقه دي وضربوني وبصموني غصب عني. يوه، ده انت كنت بلغتي عنه الحكومه، ده كان راح في حديد. ابلغ عن مين بس؟ هو احنا بنغيب عن عينه دقيقه واحده؟ انا والبنت الغلبانه دي لو تهوبنا كده ولا كده تلاقيه فوق راسه هو وقلاديشه، ما هم بيخافوا منه، ما هو لسانه اصله زفر وايده اطول. أني مش قادرة أسد، إزاي تهونوا عليه؟ أنت مش بتقولي إنه ابن عمك؟ عارفة يا ستي، كان بيقول لي قولي لي يابا، وأنا أقول له لأ مش هقولك، يروح جايب الخرزانة ويفضل يضربني بيها لحد ما جسمي كله يجيب دم. إلهي ينشك في دراعه، إلهي ما يوعى. إحنا هنروح مصر وحنجيب حسنين معانا إن شاء الله، وهتقعدوا هنا على طول، واللي يرشكوا بالمية هرشه بالدم. يا ساتر، تسمحي لنا نخش دارك يا ست سندوسه؟ ما انت دخلتي يا اختي، هو انت بتستني عزومه؟ تعالى يا عصام، تعالى يا حبيبي، انت اصلك ما دخلتش الدار دي من زمان قوي. اقعد يا اخويا،
فاكراه يا ست ام حسنين؟ الا فاكراه، هو في حد في الكفر كله ما يفتكرش عصام وام عصام؟ يا الف اهلا وسهلا. انا جايه اوصل لك امانه من واحد عزيز عليكي قوي. الا مين العروسه الحلوه دي؟ خليكي في موضوعك، ايه الامانه اللي بتقولي عليها دي؟ ومين اللي بعتها معاكي وما جابهاش هو هنا لحد الدار ليه؟ تاه ولا على رجليه نقش الحين؟ ها كنتوا عند مين يا عصام؟ معرفش. عصام ما كانش معايا، سلمان باشا بعتلك معايا فلوس. انا معرفش بقى اذا كانت بقيت حساب بينكم ولا حاجه ايه يعني. هو سلمان رجع من البراري وحنشوف القرف بتاعه من تاني، وانتي ما صدقتي رحتي له على طول. انا يا لهوي، معقوله برضه ادخل داره بعد اللي عمله فيا هو وناسه؟ انا يا اختي كنت ماشيه على السكه الزراعيه، لقيته وقف عربيته جنبي وراح مطلع محفظته العمرانه وعد فلوسه وراح مطبقهم اهم يا اختي. طب وحياتك عندي، انا لا عدتهم ولا اعرف هم كان. اتفضل رجعي الامانه في صدرك يا اختي، انا مش عايزه حاجه. ولا اقول لك اديهم لعصام، هو اللي يستاهلهم. ايوه يعني تعبتك معايا في المشوار ده؟ ولا تعب ولا حاجه يا اختي. هو اللي يوصل الامانه يا شابه يا حلوه انت، مش يبقى بيعمل الواجب برضك؟ يعني ما نعرفش حاجه خالص. وبعدين لما الست ام حسنين تقول لك رجعيهم في صدري، يبقى دي ما تبقاش امانه، تبقى حاجه تانيه. لا شاطره. إلا هي مين دي يا ست ام حسنين؟ جرى ايه يا ام عصام؟ انت جايه هنا عشان تعرفي مين دي؟ مع الف سلامه. يلا مع السلامه، ورينا عرض كتافك في ليلتك اللي مش فايته دي. انت لسه قاعد يا واد؟ يلا قوم قوم يا حبيبي قدامي. شوفوا الواد طالع تنحي زي امه ازاي يا جبله في شكلك. جميله انت يا بنتي يا جميله. ايوه يا خاله، انا جايه اهو. اصلاني كنت بنشر الغسيل. طب بقول لك ايه، انا هقوم اوصل مشوار مع الجماعه، ومش عايزه حد في الكفر يعرف عنه حاجه. يلا يلا قوموا نلبس. بنتي يا جميله، انا مش هوصيكي تخلي بالك من الدار، والمشوار ده مش عايزه حد يعرف عنه حاجه. فهمتي؟ فهمتي يا خاله سندوسه، اتكلي على الله.